تعيش مدينة تعز تحت سيطرة حزب الإصلاح أزمة خبز طاحنة نتيجة إغلاق المخابز أبوابها والتوقف عن العمل وسط ارتفاع في أسعار الدقيق وفشل مكتب الصناعة والتجارة في ضبط أسعار الروتي والرغيف. وقال سكان في مدينة تعز أن محلات المخابز والأفران أغلقت أبوابها أمام المواطنين بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار الدقيق والمشتقات النفطية، وشهدت العشرات من الأفران مغلقة مع ارتفاع سعر كيس الدقيق 50 كيلوغراما إلى 25 ألف ريال يمني، وارتفاع سعر الرغيف الواحد إلى أكثر من 50 ريالا وبوزن 50 جراما. وأشار السكان إلى أن أغلب الأفران في مختلف المديريات المحررة أغلقت أبوابها بسبب انعدام مادة الدقيق، مما أدى إلى أزمة طاحنة في الخبز والروتي حولها إلى أزمة نادرة.